مبروك المنتخب الجزائري على هاد لاكوب اللي داوها بحال دينا حنا وكنشعوهم ديما راه كنبقاو خاوه خاوه صراحه الله. صراحه هانئ للمنتخب الجزائري بهذا الفوز، كنشكر اللاعبين الجزائري اللي قدموا اداء متميز داخل رقعه الميدان. مباراه ما كانت سهله صراحه، عرس كروي كان في الموعد، شنا رغم الفرص الضائعه بالجمله للمنتخب السنغالي الا ان العزيمه والاصرار والرغبه ديال المنتخب الجزائري بالتفوق، فهنيئا للمنتخب الجزائري مره اخرى. احساس رائع ومتميز صراحه، الشعب المغربي كافه كان مساند المنتخب الجزائري، المنتخب الثاني بالنسبه لنا احنا منذ بدايه الكان، وحنا كنساندوا ونشجعوا المنتخب الجزائري، بين عن شراسه وقوه وروح قتاليه عند المنتخب الجزائري اللي كتنقصنا احنا من طبيعه الحال. وفي الحقيقه الشعب المغربي والشعب الجزائري هو شعب واحد، كيجمعنا دين واحد اسلام، وطبعا الحال كنشجعوا الاخوان الجزائريين لان هما جيراننا، كيف ما شجعونا حنا كنشجعوهم، وهنيئا للشعب الجزائري بهذا اللقب. هذه هي الوطنيه اللي شفناها وحنا كنفتقدوها من طبيعه الحال، يعني داروا كل ما في جهدهم، هنيئا لهم، فرحنا لهم بزاف، شجعناهم كل قلوبنا، ونتمناوهم التوفيق ان شاء الله، ونتمناو حنا الخير ان شاء الله، نرجعوا الاوراق ديالنا ونستافدوا استفاده كبيره من هذه الروح القتاليه اللي ناقصانا بطبيعه الحال. وشكرا. الحمد لله منين ما توفقاتش المنتخب المغربي حاول نشجعنا المنتخب الجزائري حيت هو المنتخب الشقيق في البطوله، والحمد لله فرحونا، ما فرحتناش المغرب، فرحونا منتخب جزائري، وخاوه خاوه وماشي عداوه.